استوديوهات ساعة شباب، هذه أمنياتنا في أول أيام العام الجديد بسنة حلوة كلها حب وخير وسلام يا رب على الجميع. أكيد مني أنا لمياء غالب، هذه تحية لكل اللي انضموا لمتابعتنا في هذه اللحظات في بداية حلقة جديدة أحداثها وتفاصيلها بتوقيع الشباب، وعناوينها جاءت على النحو التالي: فنان العرب يتفاعل مع العازف الموسيقي ملهم في مطار العلا ويقدمه للأضواء. الاحتفاء باليوم العالمي للإيدز والشباب يتنافسون على أفضل أساليب التوعية. عشاق كمال الأجسام كيف تغيرت حياتهم نحو الأفضل مع المدرب سلطان باشميلة. طيب، بداية مشاهدينا نروح لعالم السوشيال ميديا، وجولتنا لليوم فنية بامتياز، أقدر أقول التغريدة الأولى من موسم الرياض، أجواء طربية فوق الخيال عاشها الجمهور في ليلة التريو نايت. خلونا نتابع. قد علق حساب روتانا لايف على الحفل بتغريدة جاء فيها الختام بلفتة فنية رائعة من نجوم تريو نايت. طبعا هذا وقد التقت روتانا مع سلطان الطرب قبل مشاركته لبقية الفنانين في إحياء الليلة المختلفة بكل المقاييس ضمن فعاليات موسم الرياض. إيش قال جورج والسوف؟ نتابع. فنان جورج والسوف، يا أحلى مفاجأة والله. أهلا فيك يا حبيبتي، أهلا فيك برودانا. رودانا ترى الأصل وما تصنع رودانا، أنا حبيبي. تقول للجمهور اللي منتظرك برا، ما هي مفاجأة، بس هو الجمهور عارف؟ لا الجمهور مش عارف، بس ايش تقول؟ يا رب يا رب تكون هيك، تكون قريب من قلوبهم ينبسطوا بالمفاجأة إن شاء الله على السنة الجديدة. يا رب تكون خير على كل العرب وكل العالم. احنا نزلنا سوينا مقابلات مع الجمهور، سألناهم من مفاجأة الحفل، كلهم كان جوابهم أبو وديع. سبحان الله والحمد لله. الحمد لله يا لي، الحمد لله. كيف شايف الحفلة والتجهيزات لهذه الليلة؟ هذا الحفل اليوم بتطلقت بلمتين، اجتمعوا الفنانين على محبة وعلى خير، تقرب قلوبهم مع بعض، وكان حلو، كان مشروع حلو. طبعا فضل لحبيب القلب المستشار تركي، حبيب القلب ابو ناصر الخير غالي. في هالسنة الجديدة ايش تقول لجمهورك؟ ايش تقول للناس اللي قاعد تتابعك؟ كل الناس تكون بخير، كل العرب، كل الدنيا يكونوا بخير يا رب، وعمي السلام على كل الدنيا. ايش حتقدم اغنية الحين مع الفنانين؟ ايش حتقدم اغنية مع الفنانين؟ كم أغنية؟ ايش راح تقدم؟ ايش حتغني مع الفنانين؟ في عدد اربع اغاني، خمسه يمكن، مش عارف. يلوم اللي بيطلع معنا عقيدة الله. ننتظرك متحمسين. حبيبي قلبي. إلى شأن آخر من الإنجازات على أرض الواقع، اخترنا لكم هذه التغريدة من حساب الخطوط الحديدية السعودية، واللي جاء فيها 32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم، ليكن بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع. نحرص في قطار الحرمين السريع على تدريب القائدين والقائدات لتحقيق أعلى المعايير في الأمن والسلامة، لضمان انتقال القطار من المحطات ووصوله إلى وجهته النهائية دون تأخير وبدون حدوث أي مشاكل لا سمح الله. أنا وزميلاتي كلنا فخورين أنه أتيحت لنا الفرصة أن نكون أول قائدات سعوديات،
لقطار سريع في الشرق الأوسط؟ قيادة القطار مسؤولية كبيرة، ونقل حجاج البيت الحرام والمعتمرين والزائرين دافع كبير لنا للعمل بحرص واهتمام كبير. كوني واحدة من 32 قائدة قطار سعودية أشعر طبعا بفخر كبير لخدمة وطني في قطار الحرمين السريع. جهاز المحاكاة يمثل الواقع تماما، وهذا المنظر من داخل كابينة قائد القطار. قبل أن نبدأ القيادة الفعلية لابد أن نمر بمرحلة التدرب على جهاز المحاكاة. من خلال الجهاز نتمكن من اختبار كافة العوامل الجوية والمشاكل التقنية التي قد تواجهها أثناء قيادة القطار. سعيت بقيادة القطار قبل أن أبدأ بقيادة السيارة، وهذا الأمر جاء بفضل التدريب اللي وجدناه بإشراف من الخطوط الحديدية السعودية. أنا أفتخر جدا بكوني من أوائل قائدات القطار، لذلك أشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لتمكيننا بهذه الفرصة كوننا سعوديات بقيادة القطار. وإلى تفاعل الجمهور حول الفعاليات الثقافية التي قدمتها إثراء طوال الفترة السابقة في هذا التقرير الذي نشره الحساب الرسمي للفعاليات الثقافية نتابع. تعبنا في حفاوة الترحيب من أول ما دخلنا إلى وصولنا إلى منطقة ورش العمل. ما شاء الله المهرجان جدا من بدايته ترحيب. The most thing I loved about the festival is the organization, the execution, and the soul of the performers and the people. How welcoming everyone is. How excited the people are to share the culture. So inspiring. So inspiring. والله أشياء زي بعض العرضات اللي ما شفتها في المهرجان من أول اللي ما أعرف. حلو المقطع الثقافي والمقطع التجريبي والworkshops. عجبني إنه في دمج بين هذول الثلاث أشياء. Showed me another part of life that I didn't even know existed. I feel like I was a baby reborn or something. مهرجان ثقافي إثرائي جميل جدا. I was curious to come and see the history of the different regions and understand a little bit more about the culture. And it's been really, really good. We've been singing, we've been dancing. أما بالناحية للورش اللي دخلناها ما شاء الله تبارك الله، جينا الورشة الثالثة اللي هي الورشة الجنوبية وعلمونا كيف نسوي الخطوة والرقصة الثانية ما شاء الله تبارك الله. شكرا وزارة الثقافة على الفعالية الجميلة الممتعة. بلدنا جميل وبلدنا حقيقة مليء بالتنوع ومليء بالألوان الفنية. The festival in two words. That's a hard one. Wow. أخيرا إلى حساب ملهم على تويتر والذي كتب تغريدة تفاعل معها الجمهور، قال فيها: ولأول مرة أظهر وجهي للعلن، ولكن هذه اللحظة لابد أن توثق بالذهب في تاريخي مع فنان كل العرب محمد عبده، أسفرت وانورت العلا. مثل هذه اللحظات مستحيل أنها تمر علينا مرور الكرام، عشان كذا معنا ملهم منورنا في الهواء الآن. أهلا وسهلا ملهم، منورنا في ساعة شباب. الله يحييك نوركم وأشكركم على الاستضافة، وحاب أشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الراب الرؤية وملهم صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على دعمهم السخي على جميع الأصعدة. أكيد طبعاً، وراح يكون حوار شيق بإذن الله، حنعرف فيه تفاصيل كثيرة عن هذا اللقاء، ولكن بعد الفاصل.
طبعا لتعليق على مقطع تفاعل فنان العرب مع العازف الموسيقي ملهم في مطار العلا وتقديمه أيضا للأضواء، اسمحوا لي أرحب بالعازف الموسيقي المعروف طبعا بملهم، هو عبد الله القرني من العلا تحديدا. أهلا وسهلا فيك عبد الله للمرة الثانية. يعني ما شاء الله تبارك الله المقطع متداول بشكل رهيب جدا، الناس أيضا مبسوطة عليه، فودنا نعرف من كواليس هذا الفيديو، وش اللي صار يعني بينك وبين فنان العرب ملهم؟ والله في حقيقة الأمر يعني كان الموقف عفوي جدا، يعني أنا كنت حاضر أصلا لحفلة فنان العرب محمد عبده، وقبل آخر أغنية سبقته إلى المطار، والحمد لله يعني كانت من أسعد الفرص أني أقابل فنان العرب، فما بالك إذا غنى معك. الحمد لله جميل. وأنا ما ودي صراحة أخذ منك إجابة تقليدية، بس يعني كونك عازف وبتمر مع بموقف مع قامة فنية مثل فنان العرب محمد عبده، أكيد كان يعني الشعور مختلف شوي، فحكينا بعض التفاصيل. هو يعني أول ما استقبلني أصلا قابلني بابتسامة وقال ما شاء الله يعني بتعزف، قلت له بعزف على آلة العود، فقال سمعنا على طول، يعني ما جلست على الكرسي ومسكت العود وطلبت الأغنية، طلبت معك التحية ولبالي هالطلب، وتفاجأت أنه غنى بجانبي. فكان شعور مهيب ومفرح في نفس الوقت، يعني لما يغني قامة فنية كبيرة مثل الأستاذ محمد عبده يعني شعور بالفخر، زايد أنه أشاد بعزفي على آلة العود، فهذا أنا أعتبره وسام شرف على صدري ما دمت حي. أكيد أنت تستاهل ملهم، وكتبت على حسابك في تويتر لأول مرة أظهر وجهي للعلن، يعني ليش ما كان هدفك من البداية الانتشار وأن الناس تعرفك زي باقي الفنانين؟ أنا هدف الانتشار، لكن حاب أطلع إبداعي، لكن لما صادفت فنان العرب محمد عبده قلت لازم انه يكون هالشيء موثق، وانه خير ما يوثق يعني مع فنان العرب اني اظهر وجهي للعلن، او انه اطلع من الاسم الوهمي، اطلع باسمي انا يا عبد الله القرني، فقط يعني هذا التصريح. طيب وكيف يعني كانت ردود أفعال الناس بعد ما شافوا شكلك، أيضا عرفوا اسمك الحقيقي، يعني قل لنا ردود الأفعال. والله في حقيقة الأمر يعني الناس يعني كل ما أمشي بالشوارع بالأماكن اللي فيها ناس على طول بيطالعوا فيني، بيقولون يعني عرفت اللي بتحس، يقولون شايفينه وين. الحمد لله هذا فالحمد لله يعني من فضل ربي وتوفيقه. يعني هل توثيق اللحظة هذه كان سبب إنه أكون معكم اليوم. وحقيقي يعني شرفتنا ونورتنا في ساعة شباب، وأنت ما شاء الله عليك مبدع ملهم، وتعزف باستمرار في مطار العلا مع العديد من الفنانين، فكيف عادة يعني بتقروا انعكاس الموسيقى على الزوار؟ طبعا الموسيقى زي ما أنت عارفة يعني بتأثر على الشخص بالإيجاب، يعني لما يكون الواحد مثلا جاي من سفر وتعبان ويشوف مقطوع أو يسمع مقطوعة موسيقية فبيكون شيء جميل جدا وبيروق. صحيح، فعامل جذب كبير فعلا. ومين أشهر الفنانين اللي عزفت لهم وغنيت معاهم ملهم؟ والله يعني قابلت ماجد المهندس، قابلت أكيد فنان العرب، قابلت فنانين كثار يعني الحمد لله هذا من توفيق ربي يعني. وبالنسبة أنا يا ملهم، أنا مختص طبعا بالتأليف والتلحين الموسيقي، لحنت إلى الفنان عبد العزيز مانح المتواجد الآن في السعودية أيضا،
وكانت الأغنية اسمها الطموح بيوم التأسيس، وتبنتها جامعة الطائف. أنا كنت من ضمن الفرقة الموسيقية بأكاديمية الشعر العربي، وطلعنا في أسبوعات موسيقية وكنت من مؤسسين هالفرقة. ما شاء الله تبارك الله. طب يعني صراحة نحن طماعين شوية فيك في أول أيام العام الجديد، فإذا العود موجود جنبك أو قريب منك ممكن تسمعنا شيء. والله خاطري، لكن وضعي حاليا ما يسمح، لكن إن شاء الله الأيام الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نشوفك منورنا في استوديو جدة. يعطيك ألف عافية عبد الله، نورتنا وشرفتنا. الله يعافيك، نوركم. هلا وسهلا مشاهدينا، مكملين معاكم وبعد الفاصل الاحتفاء باليوم العالمي للإيدز والشباب يتنافسون على أفضل أساليب التوعية. التوعية بذكاء وإيصال الرسالة بطريقة مغايرة إن صح التعبير طبعا كان جزء من حكاية فعالية الاحتفال باليوم العالمي للإيدز واللي أقيمت الخميس الماضي في مدينة جدة. المزيد في هذا اللقاء. فعالية بكل بساطة فعالية علشان ننشر الوعي حوالين مرض كان عليه أفكار مغلوطة كثير، وقد ما إحنا نسوي كنا محتاجين الطلاب اللي هم شباب المستقبل، هم اللي يسووا التوعية وهم اللي ينشروها فيما بينهم لأنهم هم المستقبل حق البلد. حقيقة الإعلام ما بيقصر، أنا لازم أشكر حقيقة العار والثانة الخليجية وكل خليجي حقيقة على دعمهم في الإعلام لكل شيء، لكن كمان قد ما إحنا نسوي في الإعلام مو زي لما الشباب هم ينتجوا، هم ينشروا في بين زملائهم، هم يغيروا نظرة المجتمع لكل مرض ويحسنوا من الوعي اللي موجود في المجتمع، عشان كذا كانت النتيجة كويسة إن شاء الله. صراحة الفضل كله يرجع لدكتور نزار باهبري، لأنه هو جاء زارنا في العيادة وعرف أنه أنا أرسم، أنا قد سويت أنيميشن قبل كده توعي عن الفشل الكلوي وغيره، فلما شاف أني أرسم قال لي ليه ما تشتركي هذا الشيء. وحقيقة الHIV من جد من الأمراض اللي أنا فاكرة حكاية الإبرة اللي بيقولوا عليها وأنا كلها فاكراها، ففي مسكنسبشنز كثير عن المرض هذا وما في أويرنس، فحبيت أني أدخل في الموضوع، غير أنه أنا عندي أحب أني أرسم وأسوي أنيميشن. التوعي بالذات على هذا المرض صراحة جدا جدا مهمة، لأنه لسه الناس تحتاج توعي. صراحة مشاركة هذه كانت صدمة، شفنا وعي المجتمع، سألناهم في مدينة جدة وصراحة انصدمنا أنه يعني في ناس كثير تجهل هذه المعلومات. مرة كويسة الفعالية هذه لأنها بتزيد من الوعي الموجود عندنا في السعودية، وفي كثير معلومات مغلوطة، فهذا التفاعل من المجتمع للمجتمع، وأحس مرة إن شاء الله حيأثر بشكل كبير إن شاء الله في المجتمع، ونتمنى أنه تصح هذه المعلومات إن شاء الله في أيام القادمة. المزيد في هذا اللقاء عبر زوم مع استشاري الأمراض المعدية ومدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، وفي الاستوديو مع أخصائية التخاطب شادن القاري. أهلا وسهلا فيكم، نورينا في ساعة شباب. وأكيد بداية نبدأ معك دكتور نزار، يعني ودنا نعرف الجديد الذي يمكن أن نعرفه عن هذا المرض الذي عانت منه البشرية. حقيقة أنا شاكر أول شيء لساعة شباب والكل رفانة خليجية، وشاكر لك كمان يعني حسن الاستضافة ودائما حبكم للتوعية للشباب، أكيد هذا من الأفكار المغلوطة. أنا بس أبغى أكد على كل واحد يشاهدنا الآن، لو الآن أنت في واحد اشتغل معك وكان عنده مصاب بالHIV لازم أنت تعرف حاجة واحدة، من قبل 24 سنة أو 26 سنة لاعب كرة السلة أمريكي معروف اسمه ماجيك رجع يلعب مرة ثانية كرة السلة مع فريقه
وحقق بطولة وهو مصاب، كان له يأخذ العلاج له سنتين. فإذا أنت تعتقد الآن داخل مخك أنه إذا كان مصاب الإيدز ما يقدر يشتغل معاك، أو أنت خايف أنه يشتغل معاك في الاستوديو، فأنت خبرتك ومعلوماتك عن المرض متأخرة بس 25 سنة. فبالتالي لازم تعرف أنه هو ما ينتقل بأي طريقة كانت، لا يمكن، لا يمكن أنه ينتقل في محيط العمل، لا يمكن، لا يمكن. حتى لو مثلا خرجت دم من أنفه وكذا ونزل على يده وبعدين مسك يدك وسلم على يد، ما ينتقل لك، لا ينتقل. فبالتالي أنت لازم تعرف الانتقال جدا 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 مستحيل في مكان العمل، مستحيل. فبالتالي المفروض أننا إحنا نتعامل معهم في المدرسة بشكل طبيعي، في العمل بشكل طبيعي. ما أحد يسوي تحليل الإتشايفي لمصاب الإتشايفي إذا كان هو يشتغل في مكان ما هو مستشفى ولا مكان عسكري. ليش يسوي له أصلاً؟ لأنه ما راح أصلاً يضره بحاجة. المريض، أنا بس أبغى أسألك يا لما، أنت تعرفي أنه مريض الإتشايفي يقدر يتزوج شخص غير مصاب؟ هذه صدمة، وكلامك يعني صراحة دكتور نزار عكس تماما الكلام اللي بنسمعه بين الناس وفي مجتمعاتنا أيضا. بس أبغى أسألك، أنت تعتقدي أنه يجوز له الزواج من شخص غير مصاب؟ هو يمكن طبعا، يمكن له الزواج، ولكن اللي نسمعه إيه؟ شرعا وقانونا. لأنه الانتقال، إيش نسبة إنه إذا كان شخص مصاب بياخذ الدواء له سنة، إيش نسبة انتقاله لشخص غير مصاب زوجته بدون يعني بدون واقي بدون أي شيء، إيش نسبة الانتقال؟ كم نسبة الانتقال دكتور؟ صفر. أوه صدمة. على مدار العمر كم يا لما؟ صفر. كم نسبة صفر. صفر. نقولها مرة ثانية، نقولها كم؟ صفر. علشان كذا شرعا وقانونا يجوز له وهل عندنا في أشخاص مصابين بيتزوج أشخاص غير مصابين؟ نعم كل يوم. نعم كل يوم دكتور، أنت نسفت كل المعلومات يعني المتداولة والموجودة بين الناس فعلا. هذا يعني بس أبغى أسألك سؤال، تعتقد في شخص يعني سعودي غير مصاب متزوج من إنسانة مصابة؟ قلنا 0%. طيب في سبيل التعايش يعني دكتور نزار، هل الآن بتشوف أن فعلا تحسنت الصورة في تعامل المجتمع أيضا في تفهم الأسرة لمصاب الإيدز؟ الحقيقة أنا أقول لك على مدار 13 سنة وعي التحسن يحصل، بس ما هو على نطاق كبير. لسه المجتمع يبغى له شيء كبير مرة، وعلشان كذا إحنا خلينا هذه السنة الجامعات والكليات يشاركوا معنا، عشان هم الشباب يحتاجوا ينشروا الوعي فيما بينهم. إحنا في عندنا وعي بيتطور، بس نحتاج لسه عمل كثير من الشباب علشان يبدأوا يعرفوا طرق الانتقال ونسبة الانتقال وأهمية العلاج، ويعيش حالة طبيعية، وإنه يقدر يجيب أولاد سليمين، وإنه يقدر يتزوج من شخص غير مصاب، وإن هذه من حقوقه، وما المفروض إنه ينقل المرض لأي أحد، ويقدر الدكتور يسوي له عملية بدون ما يأخذ زيادة احتياطات، ونقدر يسوي عملياته كلها في أي مكان، وإنه ما ينحط في نهاية الليستة، وإنه هذه حقوقه التي كفلتها له الدولة والشرع. فيصير إحنا لازم نحتاج بس اللي باقي هو وعي المجتمع. عشان كده وعي المجتمع محتاج حضراتكم كإعلام، ومحتاج الشباب في الجامعات. وأنت فعلا يعني دكتور نزار يعطيك ألف عافية، من المهتمين الأوائل بالتوعية طوال هذه السنوات. ودنا نعرف يعني ما المختلف في أسلوب التوعية هذه المرة؟ هذه المرة الاعتماد على الشباب اللي بجنبك، والشباب هم أساس التغيير الحمد لله في الوعي في المجتمع ككل. هم يحتاجوا ينشروا الوعي، هم يحتاجوا يقولوا لمن حولهم، هم سووا فيديوهات جدا لطيفة لنشر الوعي.
طب وبماذا خرجتم يعني من هذا الحدث، وما هي الرسالة اللي فعلا تتمنى أن تصل لكل الناس في أول أيام من العام الجديد؟ بإذن الله العام 23 حيصبح نقلة نوعية في التوعية بالشباب. إحنا في عندنا موقع معروف في اليوتيوب اسمه لا تمشي على عماك، تابع للجمعية السعودية، اسمه لا تمشي على عماك. موجود فيه فيديوهات كثيرة تتكلم عن كل الأمراض الجنسية اللي تنتقل عن طريق الجنس كلها، بإيش تحاليلها وإيش علاجها كله، اسمه لا تمشي على عماك. في عليه تقريبا 13 مليون مشاهدة من الوطن العربي ككل، نظرا لأنه فيه مختصين ويتكلموا بشكل جدا علمي. إحنا الآن نحتاج إيش؟ سنة 23 حنخلي الشباب في الجامعات وفي المدارس يسووا بإذن الله فيديوهات نرفعها لا تمشي على عماك، عشان يقولوا لأصحابهم تعالوا شوفوا إحنا حنوعي المجتمع بمرض نقص المناعة. جميل جدا، هذه دعوة أكيد مفتوحة لجميع الشباب. يعطيك ألف عافية دكتور، نورتنا وشرفتنا، شكرا لك. شكرا لكم. طيب نروح للفائزة بالمركز الأول في هذه المسابقة، أخصائية التخاطب شادن القاري. أهلا وسهلا فيك شادن، ألف مبروك. الله يبارك فيكي. قبل ما نتكلم أكيد على تفاصيل فكرتك اللي فزتي فيها، ودي نتعرف عليك أكثر ونعرف يعني خلفيتك العلمية والعملية. أنا اسمي شادن القاري، أنا أخصائية تخاطب بدرجة الماجستير، شهادتي ماجستير علوم أمراض البلع والنطق واللغة. دراستي أكثر شيء كانت في دار حكمة، أقدر أقول أنها كانت بيتي الثاني صراحة، حياتي الجامعية كانت هناك. بالنسبة للتوظيف أو الشغل والتدريب، الحمد لله رحت أماكن مرة كثير، من مدارس، مراكز، مستشفيات، فشفت حقيقة أنواع كثير من الاضطرابات والأمراض اللي ممكن تأثر في التخاطب. وكمان يعني wide range of ages، شفت أعمار كثير. أنا أكثر شيء أشتغل مع أطفال، بس برضو أشتغل مع كبار السن في أمراض معينة. طب كيف بدأت يعني علاقتك بصناعة المحتوى والأنيميشن، خصوصا أنه بعيد تماما عن تخصصك؟ صح كلامك. من ناحية الأنيميشن أقدر أقول أنه هو حتى كان شغفي قبل التخصصي، انه انا صغيره، انا جيل سبيس تون، جيل التسعينات، فكنت لما اتفرج احب ارسم الشخصيات، احيانا امثلهم مع اخواني. فالفن اللي هو المسرحي او الاستعراضي كان شغفي من وانا صغيره. وسبحان الله انكتب لي ودخلت مجال علمي او صحي. فما اكذب عليك لو اقول لك دخلت الرسم فيه anyway، يعني دخلت لانه حلو لما تدخلي هوايتك في شغلك، ما يصير شغل it doesn't feel like work it feels like خصوصا انك تتعاملي يعني مع الاطفال. بالضبط. يحبوا هذا النوع بالضبط. كثير كثير في اطفال يعني يكونوا مثلا متوترين لما يدخلوا السيشن، انا بلاك كوت، يحسبوا عندي ابره، فاجي اقول لهم لا نحن اليوم بس حنرسم، مو نرسم مع بعض، وتلاقيهم على طول خلاص يبداوا ينفتحوا للجلسه يعني، يبداوا خلاص. فالحمد لله يعني التخصص والهواية أحس مشيوا سوا بشكل كويس. جميل. طب كلميني عن هذه المسابقة، وأيضا كيف صارت هذه الفرصة في تحويل الرسم إلى توعية، وأنا أشوفها يعني رسالة جميلة جدا وفكرة أيضا مبتكرة في نفس الوقت. أنا الحق من قبل الفيديو هذا اللي سويته لتوعية الاتش اي في، أنا قيد بدأت استخدم الانيميشن حقي للتوعية، لأنه حقيقة بعد ما دخلت تخصص علمي شفت أمراض كثير يعني على قد انتشارها ما عليها توعية، ما عليها. فشفت من أهالي، شفت من ناس يعني ما في توعية، فصرت دائما أحب لا الواحد لازم يكون عنده خلفية. أي أحد بده يصير يعني أم أو أب، أحس فيه باكراوند معين، لازم تكون في درجة معينة من التوعية على بعض الأمراض. فأتوقع من هنا بدأ شغفي أنه أنا أبى أسوي توعية عن كل الأمراض اللي تحسيها في الظلام شوية، أو عليها مسكنسبشنز وأفكار مغلوطة. فسويت قبل كده عن مثلا الفشل الكلوي، سويت عن الأفيجا واللي هي الحبس الكلامية، برضو مرض يصيب كبار السن أو عموما أي أحد ممكن لا سمح الله تجيله الجلطة أو خبطة دماغية فبيفقدوا القدرة على الكلام. تكلمنا فيها الأسبوع اللي فات. أوكي. مع أخصائي التخاطب أيضا. أيوه عرفتها، هي زميلتي. بنحاول نوعي فعلا المجتمع قد ما نقدر. فإيش اللي خلاك يعني مثلا تشاركي في هذه المسابقة وتحاولي أنك توعي الناس بطريقة مختلفة من خلال الرسم؟
هي الحق جاتني يعني الفضل يعود لي دكتور نزار بالصدفة شاف إنه أنا أرسم الأنيميشن بالذات هذا حق الكلية شافه وقال لي ليه ما تشاركي؟ أنا طبعاً مني من يو بي تي ولا قيد عتبتها صراحة قبل كذا بس سبحان الله جت فرصة وأنا ودكتور نزار كنا في نفس المكان يعني وشاف الرسم قال لي ليه ما تسوي؟ في هذه المسابقة بعد كم يوم حرفياً قبل المسابقة يمكن 3 أيام فقلت كيف حطلع بفكرة كيف حسوي بس من كثر الحماس اللي جاني قلت أنا حسوي فبالفعل درست الموضوع وطلعت بفكرة وسويت الرسم والأصوات وكل شيء مرة أهد فن صراحة يعني كان حاجة جدا يعني ممتعة. تفاعل الناس مع الرسمة أو الفكرة بشكل عام هل زاد الوعي فعلا هل وصلت الرسالة بالشكل المطلوب من خلال الرسم؟ أتوقع ليش؟ لأنه على قول دكتور نزار يمكن من 12-13 سنة بنحاول نوعي في الـ HIV بس عامة الناس تنجذب للكارتونز عرفتي كيف وبعدين احنا بنتكلم عن شتى الاعمار فاذا نبي نجي نتكلم عن كافه الاعمار وكافه الناس حينجذبوا للكارتونز الاشياء البسيطه المعلومات تكون مبسطه فبهذه الطريقه احس الرساله توصل بشكل ابسط واسرع فعشان كذا لو شفت الفيديو برضو كلها ما دخلت حتى في اشياء دقيقه مره يعني كنت جدا حطيتها بطريقه فكاهيه بطريقه مره بسيطه وبكذا حسيت صراحه يعني كان في تجاوب أكثر بهذه الطريقة. وأنا أتفق دائما بأن الصورة فعلا تفوز في لفت الاهتمام. فهل ممكن الصورة اليوم تغني عن الكلام 100%؟ 100% ما أقدر أقول لك أكيد. لكن هل تغني ممكن 80%؟ يس. ليش؟ لأنه إحنا عندنا حتى لغة الإشارة. لو أنا ما بستخدم الكلام بسوي لك. تعرف أنا حتوصل أيوة حتوصل الصورة حتى لو أنا بس بستخدم جسمي نودينج أو بقول لك ما أبغى في عندنا لغة الإشارة كثير في من الأطفال بيستخدموا لغة الإشارة لغة الصور سوري مو لغة الصور بس بيستخدموا الصور في التخاطب إذا يبغى حاجة معينة وهذه أشياء أنا بدربها الأطفال حتى في عيادتي اللي بيكون يعني مو في مقدرتهم إنه ممكن يستخدموا التعبير اللغوي أو اللفظي بيستخدموا الصور وبعدين حاجة بس حابة أضيفها برضو البحث بحث التخرج حقي من الماجستير أنا سويته حاجة بالضبط لها علاقة بالصور بالتعبير بالصور أو بالرسم جبت أطفال وكنت أبغاهم يشرحوا لي عن ذكرى ليهم في البحر مثلا حطيت حاجة يعني عامة كده فجبت لهم صورة بحر قلت لهم إيش هذا بحر طب حكيني عن ذكرى ليك في البحر يقولوا رحت البحر لعبت كذا كذا أوكي بعدين أقول لهم أرسموا لي الذكرى هذه لما يجي يرسموا ما تكون صورة جاهزة هم بيرسموا البحر بعدين بيرسموا ماما بيرسموا بابا بيرسموا الكورة الحمراء اللي كانت عندهم بعد كده أسألهم ها حكينا إيش الذكرى هذه الجملة تطول التفاصيل تدخل فالكلام بيصير أوضح فالصور بتساعد على الكلام وحتى في توصيل الصورة نفس والتعبير الوقت فعلا بالضبط. نحن نتمنى لك شادن كل التوفيق في هذا المجال شكرا لك شرفتيني يعطيك ألف عافية شكرا يعافيك يا رب شكرا مشاهدينا بعد الفاصل وعشاق كمال الأجسام كيف تغيرت حياتهم نحو الأفضل مع المدرب سلطان باشميلة في عالم الرياضة وكمال الأجسام البداية أبدا ما كانت قرار صعب ولكن الاستمرار هو القرار الصعب لأن عامل الوقت مؤثر جدا في الخروج بالنتيجة المرضية أيضا أسلوب التمرين وأداء بطريقة صحيحة مين المدرب اللي بيتعامل معاك وكيف بتنفذ التعليمات بشكل صحيح هذه الفقرة رحب بضيفي الكابتن سلطان باشميلة أهلا وسهلا فيك كابتن نورنا صراحة والرياضة فعلا حلوة ولكن الجميل في الموضوع أنه أنت حولتها من رياضة إلى عمل واحتراف ودنا نعرف كيف صار معك هذا التحول أول شيء أرحب فيك أستاذة رمية وبالسادة المشاهدين أهلا وسهلا طبعا أول شيء أنا تخصصي الأساسي هندسة كيميائية لكن الشغف بدأ معايا من عمر صغير جدا من عمري تقريبا 16 سنة وأثناء دراستي بدأ معايا الشغف وكبر لدرجة أني صرت يعني مدرب وأدرب ناس كثير. وابتعدت عن تخصصك تماماً. لا أنا كنت طالب وأدرس وتخرجت الحمد لله لسه قبل 3 شهور. ما شاء الله. وحتى بعد ما تخرجت الله يبارك فيك. وبعد ما تخرجت استمريت في مجالي ولسه إلى الآن يعني ما اشتغلت في تخصص الأساسي اللي هو هندسة ميكانيكية. حبيت مجال الرياضي وأنا عندي دائما قاعدة إذا أنت حاب تنجح في حياتك اشتغل في الشيء اللي أنت تحبه. صح. هتنجح 100% أهم شيء تشتغل ويكون عندك شغف.
وإصرار والتزام. طب ولكن هل يعني مثلا ممكن تعطيني ثلاث أسباب مقنعة وجوهرية عن سر استمرارك في هذا المجال؟ أيه. وليش تحديدا مجال الرياضة؟ كلنا بنسوي رياضة ولكن صح. تجينا فترة من الفترات خلاص نتعب نمل لما تصير يعني لايف ستايل روتين يومي تبى تغير تبى تطلع شوية من أجواء الهيلثي لايف ستايل. أيه. فهمت علي؟ فإيش اللي مخليك ما شاء الله تبارك الله مستمر؟ طبعا الرياضة يبغى لها التزام وصبر. بالذات هذا المجال يحتاج وقت، النتائج ما تكون يعني بشكل مباشر. صحيح. يبغى لها وقت، يبغى لها التزام. الأسباب اللي مخليتني أستمر أولها طبعا إن أنا قدوة لناس كثير. في ناس كثير تتابعني، ناس تحبني، ناس تشوفني قدوة، بالذات الشباب الصغار في السن. فصعب عليك لما تكون أنت إنسانة الناس تقتدي فيكي، فصعب إنك توقفي. هذا يكون حافز لك إنك تكمل وتنجح. والسبب الثاني طبعا حبي لهذا المجال. انت لما تحبي شيء حتلتزمي فيه حتستمري فيه. والسبب الثالث صحتك. في اغلى من الصحه؟ صح. ما في أبداً. فالواحد عشان يحافظ على صحته لازم ياكل اكل صحي، لازم يتمرن، لازم يلتزم بالعادات الصحيه دائما. وانت يعني ما شاء الله اكتف على السوشيال ميديا. أيوة. فتجربتك الشخصيه اللي بتشارك فيها الناس عن تعاملاتك اليوميه مثلا مع سلطان في النادي، سلطان في حياته. أيوة. فكيف ممكن نلخصها مثلا عن اساسيات تحكيها لنا دائما؟ أنا دائما في السوشيال ميديا ومثلا في السناب شات أحاول أصور حياتي اليومية بشكل مختصر. يعني أصور تماريني كل يوم، وجباتي اللي أكلها، لأنه هذا يعني يكون حافز ناس كثير. يعني دائما بيجيني تعليقات مثلا أنا بعد ما شفت تمرينك اليوم قررت أني أروح النادي وأنا كنت مكسل مثلا. هذا الشيء يسعدني أني أنا أشوف تأثيري على الناس، بطولاتي، إنجازاتي، أثناء تحضيري للبطولة في ناس كثير تتابعني تشوف روتيني اليومي لين يوم البطولة. هذا يخلي فيه وعي ويخلي فيه حافز للناس. فدائما وأنت يعني بتحاول دائما تكون مؤثر في السوشيال ميديا وتحاول أيضا أنك تغير حياة الناس. أيوة. وأنت ما شاء الله عليك سلطان غيرت يعني 700 أيوة إنسان في هذا المجال. فكيف أيوة. كان التغيير؟ هل التغيير سهل ولا صعب؟ التغيير أبدا مو سهل. إنك أنت تقرر إنك تغير نمط حياتك مو شيء سهل، لأنه أنت متعود مثلا 20 سنة ماشي على نظام واحد. فإنك فجأة كده تقرر إن أنا لا أنا حاب أمشي على النظام الصحي مو سهل. متى يكون هو؟ ما هو أبدا ما هو سهل، بس أنت لما تشوف النتائج وتشوفي كيف جسمك بيتغير، بتشوف كيف حياتك بيتغير، والكلام الإيجابي اللي بيجيك من الناس والناس تلاحظ، يسهل الموضوع ويخليك تحب الشيء هذا، يخليك تستمر. طب عادة يعني مثلا إيش أكثر الأسئلة اللي بتجيك من الناس خصوصا في بدايات مرحلة التغيير؟ أنه مثلا شخص حاب يخسر وزنه، حاب مثلا أنه يرتب جسمه مثلا. أكثر الأسئلة الشائعة اللي يجي يقول لك مثلا أنا لو التزمت كم كيلو حنزل في الشهر؟ أو كم مثلا في خلال كم أقدر أنزل 10 كيلو أو 20 كيلو؟ طبعا الأسئلة هذه ما لها جواب، لأنه طبيعة جسم الإنسان يفرق من شخص لشخص، جينات الشخص، التزام الشخص، مجهوده اليومي. فهذه الأسئلة ما لها جواب، حسب التزام الشخص وطبيعة جسمه. ودائما تحديدا يعني البداية بتكون صعبة. دائما نقول بنسجل في النادي الأحد ولا نسجل مثلا نروح الأحد وما نروح باقي الأيام. صح. فدائما أحس البدايات تكون صعبة. فإيش اللي يعطي الشخص الدافع أنه يكمل أو أنه يبدأ في تغيير حياته بطريقة صحيحة؟ طبعا هذه يبغى لها صبر. الشخص اللي حيستمر دائما يكون لازم يكون عنده صبر والتزام، ويكون عنده ثقة انه حيتغير. صعب انك تقنع شخص انه يلتزم. متى تقدر تقنعه بالنتائج؟ دائما لما تقول له مثلا انا مثلا مشتركين معايا في انظمة غذائية وبرامج، اعطيه برنامج واقول له ان شاء الله بعد 10 ايام او اسبوعين ارجع لي وارسل لي ابديت. فهو بيكون عنده ثقة فيني وفي نفسه. بعد الاسبوعين هذه وعشر ايام بيجيني وفي نتيجة وفي تحسن، هو هنا بيقتنع ويصير عنده حافز انه يستمر. صحيح. فخلاص بعد مثلا تنتهي فترة اشتراكه معايا بيشوف قديش هو تحول من شخص الى شخص ثاني. خلاص هنا الواحد يقتنع
ويصير عنده ثقة ويحب الشيء اللي هو قاعد يسويه. ويمكن مجالكم يعني أقدر أقول بأنه زي أي مجال ثاني في أشياء كثيرة منتشرة وغير صحيحة، فكلمني عن بعض هذه النقاط وأكثر الأشياء اللي فعلا أنت تزعجك كمدرب. صراحة أي مجال فيه معلومات جدا خاطئة، والحمد لله إحنا بالذات آخر سنتين ثلاث صار فيه وعي الحمد لله. من بعض الأشياء اللي أنا تزعجني مثلا الناس اللي تقول أنا ما أتعشى، أنام على بطن فاضي، أو مثلا أنا أصحى من النوم ما أفطر، هم يفكروا أنه كده حينزل وزنهم. هذا الشيء خاطئ. لا دقيقة، أنا ما أتعشى أنام على بطن فاضي، إيه هذه أنا وفعلا ماشي معايا صح الموضوع؟ هو بشكل مباشر ممكن ينزل وزنك، لكن تخيل مثلا أنت تفطر أو تتغدي جنك فود سعرات حرارية جدا عالية، وبعدين في العشاء ما تتعشي، مستحيل حينزل وزنك. مستحيل. متى ينزل وزنك؟ إذا تفطر وتتغدي مثلا أكل صحي وما تتعشى، أوكي ممكن ينزل وزنك، لكن حينزل وزنك بشكل خاطئ. ممكن يصير في ترهلات بعد فترة. النزول الشديد أو النزول مثلا في الوزن بشكل كبير في فترة جدا وجيزة، هذا الشيء خطر على الصحة. يسبب ترهلات، يسبب نقص المعادن، لخبطة في الهرمونات، فهذا الشيء جدا خاطئ. وبرضه من الإشاعات المكملات. أكثر شيء يزعجني اللي الناس اللي تجي تقول البروتين باودر، طبعا المكمل الغذائي، إنه مثلا يسبب عقم أو يسبب مثلا نقص في هرمون التستوستيرون. هذه إشاعات جدا خاطئة الحمد لله، لكن صار فيه وعي الفترة الأخيرة. طب أنت ما شاء الله يعني كبطل ذكرت في البداية أنك دائما بتحاول قبل ما تحضر البطولاتك الجمهور دائما أو متابعينك بيكونوا معاك ومتفاعلين معاك، فكلمني عن أهم البطولات اللي شاركت فيها. الحمد لله أنا شاركت في أكثر من 7 أو 8 بطولات ما شاء الله. طبعا كمال أجسام مثل كرة القدم في منظمة، زي في كرة القدم في منظمة الفيفا، في كمال أجسام في اللي هو الـ IFBB International Federation of Bodybuilding. أي لاعب كمال أجسام يطمح إنه يكون محترف في النهاية، صح. وعشان تحترف أنت لازم تشارك في إحدى هذه البطولات تحت هذه المنظمة. فالهدف الرئيسي إنك أنت تحترف وتتأهل إلى مستر أولمبيا أو مثلا كأس العالم لكمال أجسام. فكل بطولات الحمد لله كانت تحت منظمة الـ IFBB. وبس هذه متى راح تتأهل كأس العالم؟ إن شاء الله قريب. إن شاء الله بإذن الله. طب عادة إيش بتكون يعني معايير التحكيم في مثل هذه المسابقات؟ يفرق طبعا كمال أجسام في 3 فئات. الفئة الأساسية اللي هي البودي بيلدينج الكمال أجسام، وفي الكلاسيك فيزيك والفيزيك. طبعا المجال اللي أنا ماشي عليه اللي هو الفيزيك. بالنسبة للبودي بيلدينج المعايير تكون على حجم الكتلة العضلية، النشافة، نسبة الدهون تكون جدا قليلة، وطبعا الجمالية. بالنسبة للكلاسيك فيزيك ما يعتمدوا على الحجم الكبير، يعتمدوا على الجمالية وسيمترية الجسم. أما بالنسبة للفيزيك طبعا يعتمد على الجزء العلوي فقط، لأنه الجزء السفلي ما بيدخل في التحكيم. ويعتمد على الفي شيب، على نسبة النشافة، الجمالية والعرض أكثر شيء. وأنا ملاحظة يعني في الفترة الأخيرة زاد هوس الشباب في المشاركة في مثل هذه البطولات، فبرأيك إيش الأسباب؟ طبعا أسباب التحدي، حابين يكونوا مثلا مميزين، هذه أكثر الأسباب يعني. لأنه الشباب حاليا لما مثلا يتجمعوا ويشوفوا مثلا شخص جسمه جميل، فالكل حال حاب إنه يصير زيه، فصار فيه منافسة، صار فيه تحدي بين أنفسهم إنهم يوصلوا لهذا الشيب أو هذا الشكل. وفي كمان استعراض بيصير صحيح؟ أكيد. أثناء هذه البطولات طبعا هو تعتمد على العرض زي ما قلت، البوزات، الاستعراض، الوقفات. يعني حتى الابتسامة تدخل من ضمن التحكيم. فعلا نظافة البشرة، يعني الشكل بشكل كامل، أنت تعتبر موديل في المسرح، تعتبر قدوة للناس، فلازم يكون شكلك بيرفكت في المسرح. طب هل مثلا بتحضر لأي بطولات قادمة في الفترة الجاية؟ أنا حاليا في فترة تحضير، يعني إن شاء الله في أبريل أو ماي خلال 3 أو 4 شهور حكون مشارك في بطولة، خليها مفاجأة محلية أو لا دولية إن شاء الله. دولية. وفترة التحضير عادة يعني تكون كم شهر؟ تكون يعني مو أقل من 3 أو 4 شهور. يعني غالبا تكون 5 أو 6 شهور. كل ما طالت فترة التحضير اللاعب بينزل بمستوى أفضل وأقوى. وإيش بتسوي مثلا بهذه الفترة؟ التحضير من أي ناحية؟ أول شيء تعزل نفسك عن
الناس. دائما نشوف اللاعب اللي بيحضر يعزل نفسه عن الناس، لانه دائما في الجامعات يكون في طبعا عزايم سهر، وهذا الشيء طبعا ممنوع عند اللاعب اثناء التحضير. لازم النوم بدري، لازم اكله يكون نظيف ما يخبص، برنامج يمشي عليه بالحرف. يعني غير اللاعب اللي مثلا اللايف ستايل، لاعب البطولة كل شيء يعني عنده ستريكت، الدايت تكون ستريكت، التمرين ممكن يوصل لمرتين إلى ثلاثة في اليوم، فشيء جدا صعب مو أي شخص يقدر يسويه. جميل، نحن نتمنى لك التوفيق في المسابقة القادمة، وأكيد بما أننا يعني في بداية أول أيام العام الجديد ودنا كل الناس يزيد عندها الوعي حول الرياضة وتتغير حياتها للأفضل واللايف ستايل أقدر أقول. فمنك كابتن نصيحتك لكل الناس اللي يشوفونا، إيش تقول لهم عشان يبدوا في مرحلة التغيير مع بداية العام الجديد؟ طبعا أول شيء حطوا أهدافكم لونج تيرم وشورت تيرم. يعني دائما قبل ما تبدأ السنة جيب ورق وقلم وأكتب أنا في نهاية 2023 حاب أوصل لهذه المرحلة، حاب أنجز هذا الشيء. وبرضو شورت تيرم عشان تتبع التزامك وتشوف أنت فين وصلت. فنصيحتي دائما بداية السنة حط هدف وركز عليه عشان توصل نهاية السنة. يعني دائما حط كل شيء في ورق وقلم وقول أنا حوصل للشيء اللي أنا أبغاه. جميل جدا، بإذن الله دائما وأبدا يكون التغيير الأفضل. يعطيك ألف عافية كابتن، نورتنا وشرفتنا. بنورك. أكيد قبل ما نختم معكم مشاهدينا هذه الحلقة، أنا متحمسة كثير، أنها تاريخ مميز ويوم مميز فعلا. حابة أشكر فيها بالونايزر اللي دائما بيكونوا مشاركينا في كل مناسباتنا السعيدة في الاستوديو، يعطيهم ألف عافية. أكيد نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وكل عام ومشاهدينا بخير، والله يجعلها يا رب سنة خير وسعادة وحب ورخاء بإذن الله على الجميع. يعطيكم ألف عافية لحسن المشاهدة، وأكيد من فريق ساعة شباب مني أنا لمياء غالب كل التحية، فمان الله.